يواصل المواطنون الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط الحدائق والمحميات الطبيعية بمحافظة أسوان، وحرص المواطنون على الاستمتاع بالطبيعة والتجول بالمراكب بنهر النيل رغم ارتفاع درجة الحرارة خلال 4 أيام العيد. وترتفع أعداد المواطنين داخل الحدائق والأماكن السياحية مع انكسار درجة الحرارة خلال الفترة المسائية للاستمتاع بالمواقع والتي شهدت أعمال التطوير والتجميل بكورنيش النيل بعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر. جاي من كومومبو أنا وأولادي وأخواني وأولادهم عشان نتفسح في أسوان ونشوف الجناين الحلوة ونركب لانش وننزل مية ونشوف الجناين والشغل الجميل والتطور اللي حصل في أسوان الجميل ده. جينا النهاردة في أجواء مبهجة خالص، بنحتفل إن شاء الله بمسرح العرايس وكان وزعوا جوائز وكان يوم جميل خالص بمناسبة افتتاح كورنيش أسوان. بنحب نيجي مع الأهل هنا في أسوان، بنعيد هنا في أسوان مع الأهل كده، وإن شاء الله أسوان حلوة وجميلة بإذن الله. يا أسوان أتفسح بمناسبة العيد أنا وأهلي وحبايبي، وإن شاء الله يكون يوم حلو ويوم سعيد ومصر كلها طيبة وكل سنة وأنتم طيبين.